السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده يا ربي، نتوما والعائله تاعكم والوليدات تاعكم بعد هاني كلشي بخير. ايوا الحمد لله. اليوم نقدم لكم الكفته مع مطيشه مع البيض. الطريقه ديالي كل واحد يدير الطريقه ديالو. هنا عندي الكفته قدر ديالكم، مثلا ما عندنا مثلا كيلو نتوما تقدروا ديروا ربعه، كل قدر ديال اخوتي خواتاتي. هنا عندي جوج بصلات مشلضين، هذا الطاجين تاع التاكرا، سميتو التاكرا هذا الطاجين، بقى عندي تقريبا مدة شفتو من المغرب. ما هنا عندي قلت الكفته، وهنا عندي العطريه كامله خوتي كامله. هنايا عندي الكمون، هنا عندي قزبر يابس، هنا عندي شويه تحمير وشويه الحاره مخلطين، هنا عندي شويه القزبر، وهنا عندي شويه بزار ولا الحرور كما كنقولها دائما، انا كنقولهم بجوج. هنا عندي شويه بزار البيض ندير شويه، وهنا الثومه بودره، وهنا شويه تاع الكوزه انا كتعجبني في الماكله، وهنا شويه البزار الحار نقدر نديرو شويه من بعد. هنا عندي الخبز فازك مع الحليب بامي، داك الخبز يكون فازك مع الحليب كتجي كفته طريه ما كتجيش ناشفه، كتقطعها ما كتجيش ناشفه. التجربه ديالي انا ما درتش معاها مطيشه خطره ديريكت وما طيب. دابا هنا مطيشه حكيتها ودرتها طيب، ما فيها لا ملح لا والو، كطيب غير بوحديتها هي كي ولات هي غادي كطيب طاطب. من تنزل عليا تنزل البصله نكب هذيك المطيشه على البصله ونخلط وندير البولات تاع الكفته وحنا بعدي نمشي مرحله مرحله. يلا بسم الله، ما قلتش لكم الملح بحق الملح كاين هايا. طيب بسم الله نديرو مليحه. هنا عندنا زيت روميه باش تهبط لنا ندير الملح تبعد ونديرو البزار. دابا غادي نديرو تهبط شويه، دابا ندير شويه البزار خليه شويه الاخرى. هنا شويه الحق ما نديرش فيها داك الزعفران، انا بغيتها تجيني حمراء. وهنا كاين القزبر، هنا شويه الكمون، وهنا شويه القزبر الطحون، وهنا عندي شويه تاع بزار بيض كيعجبني الريحه تاعو كيجي زوين، وهنا شويه الكوزه، وهنا شويه تاع الثومه غادي نديرهم ندير غير شويه ماشي بزاف. ندير شويه الملحه، وهنا داك الخبز اللي في الزكت بالحليب نديرو هنا معاه باش ما تجي طريه. شتي ما كتجيش ناشفه ملي كتقطعها، ملي كتاكل حتى تجي بحال قاصحه. ممكن ندير فيها انا هادشي ما كتجيش قاصحه، كتجي هشيشه الكفته. تقدروا ديروها مع الخبز، على الخبز عادي هذا خبز بالمي، ونخلطوها مزيان. دابا نخلط ان شاء الله نخلطها مزيان ونطلع هذوك الكفته درتهم امتي البولات بحال هكا. بغيت نضيع لك نضيع الوقت على والو باش دابا غادي نوريك ها البولات بحال هكا صغيره ورينها يجوا بحال هكا بحق ما فيها لا بصله ولا بحال العطريه عادي. والمهم هو الخبز ديروه فيها باش يجيكم طري، شتي باش يجيكم طري تجيكم ماكله تاعهم ماشي فرنه، كتجي رطبه كتجي زوينه. دابا هذه دابا رميها هرميها ان شاء الله مع البصله. المطيشه عندي هي طابت، طيبتها في الوقت طيبتها في كاسروله بوحديتها، هذه تاع محكوكه شادها هكا وديرها وكنزيد فيها واحد انا كندير شويه بكثره كنزيد فيها ثاني هذه المطيشه ثاني باش تجي مختله. نعم الموتي تاعها نص، هذه المطيشه كنزيدها شويه باش تجيني مختله. هذه ديال المشرب الحق، هذه حق النص الاخر ديال الدار، اش تنشري بحكه بالمارشي ولا كتكون عندي هكا في الدار. لما كانت عندي كنشري من المارشي وكنحكها وكنديرها في ميكات وكنكونجليها، ملي نحتاجها هكا كنجبدها ميكات كنحلها وكنكونجليها كنطيبها بحكه كنديكونجليها في هادشي الكاسرونه هكا تطيب. دابا غادي نرمي الكفته، غادي نرميها مع البصله تشحر شويه. دابا هادشي طيب كلشي طيب، دابا غنزيد فيها العطريه حيت ما درتش فيه الملح على الاول. بسم الله
الطريقه اخوتي ديال التير ديالو. هنا شويه البزار، هنا شويه الكمون، هنا شويه القزبر يابس، هنا شويه ديال التحميره ولا الحمراء ولا كيفاش كتاكلها وكيفاش يقول لها، خلطه مع شويه الحر، وهذا داك القزبر مع الثومه. شوف كي كيبقى خضر، ها تقريبا راه جوج سيمانات ومطحون. كالبصله كي ولات كراميل خوتي، باش ما ترخيش لنا الماء، باش ما تجيش في الماكيطه تجي ميه. دابا ها هي طارت، ها هي كرات كراميل. دابا الحمد لله غادي نمشي نجيب لها ان شاء الله يا ربي غنجيب لها الكفته. الكفته دابا غنقلبها هنايا، بلات دابا معايا مع البصله. دابا نزيد لها شويه زويته كنديه، ها شويه ماشي بزاف. ندير هنا شويه الماطيشه، الماطيشة هي طابت فيهم كاع التوابل اللي درت لهم، التوابل اللي درت هنا درتهم هنا. دابا قلبتهم على خاطرها، المطيشة نزيد عليها درت فيها بحال كتجي فيها ريحة البصلة، فيها ريحة كتجي فيها ريحة زوينة على التجربة ديالو. ما عرف كل وعارف كل كيدير كيفاش كيدير ديال هي، راه فيها بزاف الصورة ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة. تبقى تفضلوها هي كلو الطريقة ديالو كيفاش مولف كيطيب. انا عندي هاد الوصفة كتعجبني وكدرتها تيبقاش نستغل عليها. الاخرى تاهي زوينة، هادي كنفضلها بس كتجي فيها بحال ريحة البصلة مقلية، كتكون طايبة بزاف في الزيت، ماشي زيت البلدي طايبة، غير الزيت العادية، زيت نوار الشمس. هي صنعاء كيطيب زيت نوار الشمس باش متتحرقش، كتاخد شوية ديال الوقت سي نورمال. أنا نخلي أخوتي طيب على خاطرها طيب. فوالا نسد عليها ونخليها طيب شوية ونزيد على المطيشة ونديرو البيض من بعد. نتلاقاو منا إن شاء الله من هاديك واه 5 دقائق هكا ان شاء الله، خليها طيب كلها ترجع اللون تاعها بيض ونتلاقاو ان شاء الله. دابا هما كتجي طابها تقريبا طابو، دابا نكب عليهم شويه ندير لهم الماطيشه. شتي ما كيرحو لا ما لا والو، كيجيو واعرين. ها داك خوتي سخون، دابا نكبو عليهم الماطيشه، ميلونجا كلشي ميلونجا. نكب كلشي، هاهو كيجي لا راخي لا ما لا والو، حيت الماطيشة طايبة بحديتها والكفتة طايبة تاهي مع البصلة بحديتها، كيجي مزيان هداك الشي، كتجي مخترة وكتجي زوينة. دابا عاد تلاقاو هداك الشي تاع الماطيشة تلاقا مع الكفتة وهداك الشي الميلون تخلطو مع بعضياتهم، هاحنا واجدة دابا. ومن بعد نزيد البيض، دابا خاطر تلاقا نزيد البيض شوية، نزيدها شويه تاع الزيت نقدمها انا مع الفريت ان شاء الله يا رب. شويه تاع الزيت البلديه اخويات، دابا نخليها دابا ما نغطيها ما والو، حتى من ندير البيض عاد نغطيها باش يطيبوا البيض. حق ما ندير البيض ما نحركش، يبقى داكشي البيض اللي باغي شي بيضه ياكلها براسو، ولا ما كتجي مخلطه تقدر تاكلها مع الشعريه، تقدر تاكلها مع اي حاجه. دابا نقدمها مع الفريت اخوتي، كي جات معلكه المرقه ديالها جات معلكه معلكه، هذا المريقه تاعها كي جات ما كتجي لا ميه لا والو، ما كيبقاش بولي حس الماء ما بقاش فيها. ولا جربتو دوس ولا بقاش تغلو عليه مره. مثلا هاد البولات ها كيتقطع، ها شتي كتعطي هاد الرطوبه، شتي ها الرطوبه. بسم الله بيضة مغسول تبوعه هكا الوس. شي هالبيضه ياكلو من شفات راه ياكل واحد اخر، بصح ماشي اللي جيت وكل البيض.
دابا نخليهم يطيبوا، دابا نسد عليهم داك، دابا غنسد عليهم واحد 4 دقائق، 4 دقائق ونرجع الفريتهم هو موجود. دابا غنخليهم واحد 4 دقائق ونسد عليهم، صافي سالينا الوصف، سالينا المقادير ديالها. صافي خوتي خواتاتي، وجدنا هادشي اللي الطاجين المغربي بالكفته والبيض، انا قدمته بهذه الطريقه تاع هي هنا، ما تشوفوا ان شاء الله. ها نعاوشكم على الريحه، الريحه كتحمق. اقبلوا هنوريكم، درت له هاد، درت هنا الفريت، بغا ياكلش واحد الفريت. ونتمنى يعجبكم اخوتي خواتاتي، هادشي اللي كاين، ونتمنى لكم كل ما تمنيتو في حياتكم نتوما والعائله تاعكم، ونتمنوا تديروا ابوني وديروا لي لايك وميرسي، وشكرا بزاف بزاف على اللي ابونا عندي ودخلوا عندي، شكرا، كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكرهم من كل قلبي الخالص. وهاد الطبق المغربي نتمنى يعجب الجميع، صحه وراحه، زوين ولذيذ وكيجي مختر وكيجي واعر. وعلي تهلاو لي فراسكم ونهاركم بروك، ألف سلامة.